بأجواء من الفرح وطرق الطبول، احتفل التيار الإصلاحي بحركة فتح بأوائل طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة برعاية القائد الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان. جرت العادة أن ينظم تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة النائب محمد دحلان احتفالات بمناسبة تفوق أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة. هذا العام أسمينا الفوج المتفوق فوج المستقبل، الذي يحمل معه الأمل في المستقبل لفلسطين. هذا الاحتفاء بالمتفوقين من طلبة الثانوية العامة كان محط اهتمام وامتنان من المتفوقين وذويهم الذين يرون في تكريمهم دعما معنويا لاستكمال مسيرتهم التعليمية بذات التفوق. هذا التفوق، هذا النجاح شيء يستحق أن نفرح، يستحق أن نعيش أيام وليالي سعيدة. إحساس جميل جدا إنه تعبنا وجهودنا طوال العام بتتوج اليوم، وإنه جهودنا عم بيتقدر، والشعور جميل جدا إنه في ناس بتدعمنا وبتقدرنا. شعور لا يمكن أن يسطر في كلمات أو تقال. أنا سعيد جدا في هذه اللحظات وفخور جدا بما حققته من إنجاز. تكريم معنوي أشاد به بعض من الشخصيات الوطنية داعين باستمرار دعم المتفوقين لصناعة مستقبل أفضل لفئة الشباب في قطاع غزة. اليوم الاحتفال الذي يقام لتكريم هؤلاء الطلاب المتفوقين تحت رعاية النائب محمد دحلان إنما يعكس الأثر الإيجابي لدى هؤلاء الطلاب ولدى عائلاتهم، لأنه يوضح أن هناك من يهتم فيه بهم ومن يهتم بشؤونهم ويريد أن يساعدهم. وما بين التكريم وأجواء الفرح وإطلاق اسم فوج المستقبل على هؤلاء المكرمين، تبقى الإشادة بكل ما يقدمه القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان لهؤلاء هو جزء لدعمه المستمر لمجالات عدة في قطاع غزة. لم يكن تكريم أوائل الطلبة هذا على وقت بذلوه أو جهد ما، بل هو أيضا تكريم معنوي له ما له، فهؤلاء الأوائل سيكون لهم عماد المستقبل للقضية الفلسطينية. محمد أبو موسى الغد، غزة، فلسطين.